طبعا في إطار متابعتنا في صباح الخير يا مصر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الحقيقة يعني لاحظنا أن في مشاركة واضحة جدا ومميزة للأشخاص من ذوي الهمم في المعرض في هذا العام، واللي بيوفر العديد من الإصدارات والفعاليات الخاصة بمسألة الدمج الثقافي وآليات التمكين والإتاحة لذوي الهمم. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر يا شاذلي. معنا عبر الهاتف دلوقتي دكتور فينس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. يعني احنا يعني شايفين صوره مميزه جدا للاشخاص ذوي الهمم في معرض الكتاب، كلمنا اكتر عن نسب اقبالهم تحديدا وحرصهم على المشاركه في معرض الكتاب لهذا العام. الحقيقه السنه دي في مشاركه متميزه لجناح المجلس القومي لذوي الاعاقه برئاسه الدكتوره ايمان كريم، وكان في حرص من جمهور كبير جدا، مش قادره يعني احصر عدده واقول لك الاقبال عليه قد ايه، من المشاركه في هذا الجناح من خلال مجموعه من الندوات، مجموعه من الورش اللي بيقوم بها المجلس للتفاعل مع الجمهور. اولا المجلس بيقدم خدمات كتير جدا بنتاحها من خلال التعرف عليها من خلال الجناح، بالاضافه الى التفاعل ان المجلس موفر خدمه الترجمة بلغة الإشارة للمعرض للسنة 11 على التوالي. يعني كل الندوات والأنشطة اللي بتقدم داخل معرض الكتاب بيتم ترجمتها بلغة الإشارة عن طريق المجلس، بالإضافة إلى التفاعل مع أجنحة الخدمية خاصة بوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الرقابة الإدارية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة اللي كان فيها تفاعل كبير جدا السنة دي، من خلال عرض الخدمات اللي بتقدمها تلك الوزارات للجمهور مع ترجمتها بلغة الإشارة أيضا ومشاركة ذوي الهمم فيها، ودي لأول مرة السنة دي بتتم. الحقيقة الإقبال القوي جدا، بالذات أن كمان جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة بيضم عرض للجمعيات الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من بعض الحرف والمهن التراثية البسيطة. وده اللي عايزين نتكلم عنه بقى بالتفصيل يا دكتور، يعني ده الجناح اللي موجود في قاعة 3 مش كده؟ بالظبط. تمام، احنا خدنا جولة في الجناح وشفنا مجموعة كبيرة من الحرف والمعروضات، لو حضرتك اتكلمنا عنهم بالتفصيل. الحقيقة في مجموعة من الحرف والمعروضات، أولاً في عرض لآليات التمكين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بتلاقي أدوات كتابة برايل، هتلاقي كتب بطريقة برايل، ازاي يتعرفوا على الالوان، ازاي يتعرفوا على الحروف، بعض الالعاب البسيطه الخاصه بذوي الاعاقه الذهنيه وتطويرهم ذهنيا، اليات كتيبات ونشرات خاصه بالقوانين الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه اللي نظمتها الدوله واللي ساهمت في تطويرها المجلس القومي لذوي الاعاقه، في آداب التعامل مع ذوي الإعاقة، سلسلة قل ولا تقل، إزاي تتعامل معاهم بأسلوب يعني كله احترام وتهذيب دون إهانة ودون تجريح ودون تنمر، مجموعة كتيبات خاصة لأولياء الأمور إزاي يتعاملوا مع نوع الإعاقة اللي موجودة لدى ذويهم، كل ده متاح، بالإضافة إلى تبني المجلس انه يعرض او يتيح العرض للجمعيات الخاصه بالمجان طبعا، الجمعيات الخاصه اللي بتقوم بتدريب ذوي الاعاقات المختلفه زي الاعاقات الذهنيه والسمعيه والاسريه لتمكينهم من بعض الحرف. حقيقه عندنا حرف رائعه، حرف الخوص، حرف المكرميه، حرف البامبو، الكروشيه، الاكسسوارات، أشغال الخشب، عاملين حاجات رائعة وأسعار زهيدة جدا جدا جدا. طبعا بتختلف نفس السلعة دي بتعرض، نفس المنتجات دي بتعرض داخل المولات الكبرى بأسعار 10 أضعاف هلامية، بأسعار هلامية فعلا. طبعا طبعا، لأن هم بياخدوا الحاجات دي من الجمعيات دي بأسعار زهيدة، بيضيفوا عليها هامش ربح قوي جدا وبيعرضوه، لا حضرتك ممكن تاخديه من المصدر،
يعني من المنتج نفسه بأسعار زهيدة جدا، وفي نفس الوقت بتساهم في تدوير عجلة الإنتاج داخل تلك الجمعية. وتشجيعهم أكيد موجودين في جناح 3 يا فندم، صح؟ بالظبط كده. طيب في كمان فكرة كده، وهي إهداء مجموعة من الكتب المعنية بذوي الهمم، خلينا نقول من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وده بيعتبر خلينا نقول نواة لإعادة تأسيس مكتبة كبيرة خاصة بذوي الهمم. كلمينا عن المجموعة دي يا فندم. لا، هو انا طلبت في الندوه باهداء هيئه الكتاب لمجموعه من هذه الاصدارات لتكون نواه لتجديد المكتبه المركزيه بالمجلس القومي لذوي الاعاقه، ولكن هو الكتب متاحه ب 50% تخفيض لكل ذوي الهمم في داخل معرض الكتاب، ولكن هذه الكتب سيتم اهدائها فيما بعد مع الدكتور احمد زي الدين العساسي رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس وبين وزاره الثقافه باذن الله. انا دكتور عايز اقول للناس كمان اللي بتروح معرض القاهره الدولي للكتاب لازم يكونوا حريصين على زياره هذا الجناح، في مجموعه كبيره جدا من المشغولات اليدويه، وكمان الاطفال هناك بيقوموا بصنع هذه المشغولات يعني في نفس التوقيت، يعني على الهوا كده بيصنعوها. انا شفت نماذج كتيره كمان. اللذيذ كمان احنا عاملين ورش تفاعليه، يعني هيشوفوا ذوي الهمم وهم بيعملوا اشغال وبيعملوا العاب جميله جدا مع الجمهور، وبيعملوا توعيه بيئيه بالانشطه والخدمات البيئيه اللي بتقدمها وزاره البيئه. صحيح. هيشوفوا وهم بيتفاعلوا مع باقي الاجنحه زيهم زي اي حد عادي. وعندهم كمان نقاط ابداعيه كبيره جدا. جداً. يعني التصاميم كمان اللي كانوا عاملينها بسنت، كانوا عاملين تصاميم جميله ولذيذه باستخدام بعض الحاجات الموجوده في البيت، فيعملك تابلو حلو كده. أيوة، من يعني دكتور فينس كانت لسه بتقول انه احنا بنحث الناس اللي بيحبوا المشغولات اليدويه والحاجات اللي بيقولوا عليها هاند ميد وبتتباع باسعار خياليه في المولات وفي المحلات، روحوا حقيقة. جناح 3 شجعوهم اشتروا منهم. ومكملات الديكور، ومكملات الديكور موجوده، الحرف البسيطه، الرسم موجود، الموزاييك موجود، الأشغال الخشب رائعة فوق ما تتخيلوا، أشغال المطلية فضة، أشغال المعدن اللي مطلية فضة معمولة رائعة، يعني كل حاجة موجودة، مش عاوز أقولك يعني فوق الرائعة، وأسعار لا تذكر، لا تكاد تذكر، لأن في برضو جمعيات أخرى وفي ناس عارضين بيعرضوا حرف تراثية، قارنوا بين الأسعار وهتلاقوا السعر بالظبط 10% من السعر المعروض. طيب ده يخلينا نسال حضرتك ايه كمان تسهيلات انتوا بتقدموها لذوي الاحتياجات الخاصه عشان يشاركوا في الجناح الخاص بيهم طبعا في معرض الكتاب. الجناح الخاص بيهم بمعرض الكتاب، اي جمعيه، اي فرد عنده اعاقه سهل جدا ان هو بيتواصل من خلال صفحه المجلس على الفيسبوك أو وسائل التواصل المعروفة ليهم مع المجلس، بيشارك معنا في كل الفعاليات سواء هنا أو فيما بعد. يعني احنا على طول عندنا فعاليات وعندنا آليات تثقيف وآليات تمكين وآليات دمج في كل مكان. يعني المعرض مجرد نافذة صغيرة لما نقدمه في المجلس. يعني مرة تانية بنشكر دكتور فينس فؤاد وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة.